المهم جات هاد الجمعيه ديال بادره الخير هي مسكين المساكين اللي تكلفوا بيا. كان عندنا غير الربيع وكيقول واحد الحاله لا يرثى لها، عندي محل مسقب بالقصدير باللي اللي باتوا القطوط هيدا والطوب واحد الروينه واحد الحاله ما ان شاء الله. والشتاء عاوتاني كنكونوا قطاطر وهادي، وفي الصيف عاود ديك القصدير كيسخون بالحراره، حراره عاود الحراره عاود ديك المحل هذا كان عندي غير محل واحد. مصطفى وانا مده ديال شي 20 سنه والزياده وانا ساكن هنا في مسنانه شي 20 سنه، وساكن كنت غير في واحد براكه بديك حي الصبح واش كيقولوا براكه، عايش مع الطاب وبزاف القطوط وهادي القطاطر الشتاوات القطور هادي. انت مده ديال 20 سنه والزياده وانا عايش بديك الحاله هذيك. المهم جات هاد الجمعيه ديال بادره الخير هي المساكين اللي تكلفوا بيا. كان عندنا غير الربيع واش كيقول واحد الحاله لا يرثى لها، عندي محل مسقب بالقصدير باللي اللي باتوا القطوط هيدا والطوب واحد الروينه واحد الحاله ما ان شاء الله. والشتاء عاوتاني كنكونوا قطاطر وهادي، وفي الصيف عاود ديك القصدير كيسخون بالحراره، حراره عاود الحراره عاود ديك المحل هذا كان عندي غير محل واحد صافي. بالنهار كيدخلوا الطوب كنعملوا في الباب، كنعرض واحد الطابله هيدا واحد اللوحه في الباب باش ما يدخلوش الطوب بالنهار النهار. اما بالليل ما كيكون الانسان سكات وديكشي كيكون عنده واحد الكوزينه البراكه، غير الكوزينه معدله البراكه وصافي القصدير كيباتوا ليله يجوك الله ديك المحل مسكون كيطلعوا فوق القشوع الروينه وكيبقاو يقرقبوا وتراب ويطيحوا الكيسان يهرسوا الكيسان. الوليدات ديالي هذا اللي هذا هو اللي بقى معايا هذا، اما يا اخر دابا اللي مجوج هو كان معايا نيت كان عايش معايا ولكن ما قولش بزاف وتزوج مشى شاب بنت الناس ومشى بعد هذا بقى معايا مسكين. كان عاود تا هو تربى معايا من الصغور ديالو وبقى عايش معايا في البراكه هيداك هيداك ودابا الحمد لله. لا كان بحال ما راضيش لا، ولكن كيف كان باقي صغير كان عنده الدنيا هانيه ما كانش كيطلع حساب، ولكن دابا كبر الولاد كبر وداك الشيء بقى بحال اللي كيحشم كيبغي يخرج غير من الزنقه للدويره هيدا تطلب شي قصديره يشوف شكون اللي كيشوف فيه بان ساكن بالقصديره ساكن بالبراكه، عاد كيحل الباب كيفتح الباب ويخرج عاد يخرج. كيفاش كتربح الطوطه في الشهر الشريف؟ كانت هذه تقريبا كتجيني ديك 100000 فرانك 150000 فرانك هذاك كان ايوا ما كتكفاش والله. وعاد كان واحد السيد هنا عطيني الماء والضوء، الماء ما كيتخلصش مني ولكن الضوء كنت مجوز طراس غير هذا في البراكه هو مسكين اللي تكلف لي بديك الشيء هذا وكنخلص معاه الضوء. قال لي الضوء كتجيني الشهر الشهر 18000
مره 20,000 مره 25. احنا كنا بالحق ثلاثه بينا، انا عندي البراكه هو السكنه ديالو وعنده الكري فوق منو. حسيت دابا بفرق كبير ما بين هذيك الحاله اللي كنت وهذه الحاله هذه دابا. والله ما كنتش كنواه زعما مره بان راه غادي 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 هذيك نولي بحال الحاله هذه وديك الشيء. والله ما كنتش كنواه. ايوا الحمد لله زعما على كل حال الله يجازيكم بخير جاد الجمعيات ديال المحسنين الله ما الله يكثر خيرهم الله يوقع معهم. راني ما كاين حتى واحد الا الله وهو من سيك الله يجزيكم خير. باقي لك شي امنيه نطلبوها عند الله تعالى تبارك شي حاجه تكون بركه مسعوده. الدار كامله عجبتني كامله الله يجازيهم بخير. زعما الشريفيه راضيه عليك؟ نعم الشريفيه ديالك راضيه عليك؟ نعم الله ودي هي الله ودي بالصلاه حتى هي قابله علينا وانا قابله عليها مسكينه وهي قابله علينا. ايوا بصح حتى هي تمرت معايا مسكينه عاود الله يجازيها بخير وحنا صابرين مع بعضنا. هيدا جعل هي عاود يتيمه ما عندها لا بابا لا يماها انت وانا عندي غير الوالده بوحده عندها 90 سنه الله يعطيها. هدف صراحة في العز ديال أزمة كوفيد في شهر 3 يعني كانت واحد الظروف صعيبة اللي عشناها هنا كفاعلة جمعويات في ذاك لابيريود اللي عرفها كل شيء. الناس اللي توقفوا على العمل، الكراوات، الناس اللي خرجوا من الكراوات ما قالوش باش يخلصوا الكرا، بزاف ديال الامور بحال هكذا. الوغ كان الشغل ديالنا كله منكب في هذا المسار هذا. يعني كان الهم ديالنا اننا نفكروا لقمه العيشنا هذوك الناس اللي كانوا مساكن يعني خدامين بدراعهم وصبحوا ما قادرينش ياكلوا وليداتهم والكراوات. فكان علينا واحد الضغط كبير يعني وعاد الخوف ديال الكوفيد والاحترازات وكنخرجوا الى اخره. فالى انه واحد النهار يعني سيده معنا من سوقات البيضراء رسلت واحد الفيديو اللي هو ديال الحاله هذه اللي كما غنشوفوا في المقاطع ديالو. يعني هي براكه في وسط حي سكني يعني كان مؤثر ذاك الفيديو بزاف، ولكن الظروف كانت يعني غير ما كتسمحناش اننا يعني مجرد ما شفت الفيديو كنقول شنو غنقدروا نعملوا. ما نقدروا نعملوا حتى شي حاجه، احنا كل شيء مركز على لقمه العيش وعلى الكراوات الى اخره. فكان الجواب ديالي لها بان كان الجواب ديالي لها بان يمكن نوصل لهم شي سخره يعني القفات اللي كنا كنوصلوا في ديك الساعه. وداك الشيء اللي عملت يعني جيت انا واحد السيده معنا تاهي الله يجازيها بخير سوقات البيضراء دخلنا بهذيك القفه وعاود صورنا التصوير ديالنا حنايا في المجموعه البسيطه ديالنا ديال اللي كيتحركوا معنا. فملي شافوا الفيديو يعني كان عاوتاني تاثير مضاعف المره الثانيه، يعني جينا برجلنا وشفنا بعيننا اكثر من اللي شفناه في الفيديو. فهنا بدينا كنطرحوا المهم بعدا سقسينا هاد الناس كيفاش هاد الارض انتم اللي فيها هذه. عرفنا بان الارض في ملك الزوجه، عرفنا الارض بان في ملك الزوجه وكان فايت لهم جاوا عندهم شي حد بالبناء وجراو في المسائل ديال الرخصه ولكن ما قدروش يخلصوها بقات في المقاطعه. فا يعني كان في البدايه صراحه ما كنتش كنظن بان يمكننا في ذاك البيريود وفي ذاك الظرفيه وداك الشيء اللي خدامين عليه اننا لان كان الضغط حتى ديال المستشفيات. الناس اللي كان عندهم مواعيد في المستشفيات راه بقاو بلا مواعيد كيتحولوا للبريفي، فاذا اللي عنده شي صدقه ولا هذا كيوجهها في ذاك الشيء هذاك. ولكن جا سبحان الله العظيم الفرج، يعني وحده منا قالت لك ان شاء الله يمكن مواد البناء يتوفروا نحاولوا. كاين شي شركات هذا فعلا ذاك الشركه الله يجازيها بخير عطاتنا النصف ديال القيمه مواد البناء وبدات الامور هكذا. فيعني ملي قدرنا نوفروا مواد البناء بدينا كنبحثوا. كانوا زعما الحمد لله مجموعه ديال المحسنين، كانت شركه اللي عطاتنا المواد البناء، بعدها شركه ديال سانيتير اللي عطاتنا الزليج، شركه ديال الالومنيوم اللي تكلفت بالنوافذ وبالمطبخ. يعني كل واحد بدا يعني ملي كيتوفروا لي دون كتبقى لنا اليد العامله. كانت الشركه كذلك الكهرباء اللي وفرت لنا كاع هذا المسائل ديال الكهرباء للدار. وهكذا الحمد لله الامور تيسرت اكثر يعني وليتو ربي صافي. يعني ايوا ما كناش كنا كنقولوا في ذاك البيريود صعيب لان الا ما عندنا حتى شي حاجه متحملينها نقدروا نقولوا غادي نجمعوا غادي نبنيو، ولكن باش نبداو من الصفر كانت صعيب. ولكن الحمد لله في عز الازمه ربي جاب الفرج. يعني لا حنا كنا كنتوقعوا ولا حتى هاد الناس. نهار اللي جيت عندهم وقفت لهم قلت لهم شو انا جيت ولكن انا ما نقدر نوعدكم حتى بشي حاجه، ولكن اذا سبحان الله كانت شي حاجه وجدوا راسكم فين تمشيو. شنو اكثر حاجه شدت الانتباه ديالكم مثلا؟ انهم ناس كبار بجوجهم
السيد راه ما كيشوفش تقريبا، يعني النظر عنده بسيط بزاف لان كنعملوا واحد العمليه وما نجحتلوش. السيده حتى هي مراه كبيره، يعني ماشي شي ناس اللي نقولوا يقدروا يخرجوا يخدموا ولا شي حاجه كما قالت لي، لان من بعد كانوا زيارات متكرره مع مجموعه من الاعضاء ديالنا. يعني هاد الناس لا حول لهم ولا قوه، فعلا كان عندهم ابن ولكن باقي كيقرا، كان يعني حتى هو وتقريبا ما كيبانش لان الظروف اللي كيعيشوها الى اخره. نجح العام اللي فات الحمد لله في البكالوريا، ف يعني كتجبر لا حول لهم ولا قوه فعلا، يعني ما عندهم شي حاجه اللي غتقدر تخليهم انهم سواء يكريو او لا شي حاجه. والمساله ديال الارض الحمد لله زعما سهلت هي الامور، بما ان الارض كاينه الرخصه حتى هي عاوتاني وحتيد الله يجازيها بخير، وقفات حتى جبتها يعني والحمد لله. كانوا طبعا البناء ديما كيوقعوا فيه عراقيل ديما كذا، ولكن الحمد لله في الاخر النتيجه كانت الحمد لله تعطل شي شويه مي الحمد لله. في البدايه مساكن يعني حتى هما كانوا بينوبين، لان حنا ما قدرناش نعطيو وعد مباشر، يعني قلنا لهم كلشي في يد الله، يعني حنا بيدنا ما عندنا شي حاجه في يدنا واجده. وطبعا كانت مساكن ملي نهار اللي علمناهم باش يخرجوا طبعا كانت فرحه كبيره. طبعا مساكن حتى هما قلبوا فين يمشيو، الجيران تعاونوا حتى هما، الجيران شي كيعطي الماء الجيران فرحوا لهم، لان دائما كانوا لان قلت لك يعني هما الحاله الوحيده دور الصفيح في وسط الحي سكني، يعني كله حي سكني ولكن هما اللي دور صفيح، يعني الحي كله كان متعاطف معاهم وكلهم ولاد الحي الحمد لله وقفوا وزعما وسهلوا حتى هما علينا بزاف ديال الامور في الفتره ديال البني. درجه واحد الجاره يشكو الله يجازيها بخير كانت نهار الجمعه كتجيب لنا نايا يتغدى وكتعطيه مره الفطور، يعني هذا من الكرم ديال الناس الحمد لله، ولو انه يعني حي الناس ديالو يعني معروفين ناس ضعاف. شوف المساهمات في هذه الدار هذه من 50 درهم حتى 20000 درهم، يعني اللي ما عطاش من قليل ما يعطيش من كثير، كل شيء ساهم ولو بابسط شيء الى يومنا هذا، يعني من الفراش من الحوايج من كل شيء، من المسائل ديال المطبخ ديال هذا، يعني هو فقط نتينا غير غنوه الخير وتمشي حاجه مسكين كطلبها مني نهار الاخر وداك الشيء. وسبحان الله قلت له شو ما طلبهاش مني انا طلبها من ربي، وفعلا موراها بواحد بعد حمد كانت تلفازه بس كيطلب مني تلفازه، وموراها جيت انا قلت له قال لي استاذه عافاك دابا حنا كنفرشوا الدار وداك الشيء نطلبك واحد طليبه، قلت له نعم اطلب. جاوا قال لي قلت له طلب الله ما طلبنيش انا. موراها ما كملاش واحد نص ساعه ديال المكنه اتصلت بي سيده قالت لي كاينه التلفازه، لان كنا حاطين اللائحه ديال المتطلبات للدار، قالت لي راه كاينه التلفازه ان شاء الله دوز موراها. وقلت له اللي طلب طلب الله سبحانه وتعالى، اما البشر احنا غير متقارين وميسرين، اما الارزاق بيد الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.